فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الحجاج يأتون إلى الحج من بلاد بعيدة ومعهم لوحات مرسوم فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتباع في منى في أيام التشريق. سؤاله: هل ينكر تباع وين؟ في منى في أيام التشريق. نعم. سؤاله: هل ينكر على هؤلاء؟ بلا شك لا يجوز تركها ولا السكوت عنها، يجب أن تبلغ الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المشاعر فيها هيئات تقوم بمثل هذا. نعم.